الجثث دي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي سنة على رسول صلى الله عليه وسلم. إنك تقول السلام عليكم سنة. طب اللي قدامك يرد عليك دي فرض. دي معلومة جديدة تعرفها إن شاء الله. صح. افتح يا سمس. هصور لك المدرج إن شاء الله بتاع علاج طبيعي. بتاعك. مش محدش يقول لي بس أنت في كلية إيه؟ في علاج. يلا بس ما نخش فيه مساء عشان إيه؟ مفيش محاضرات حاليا صح؟ المدرج مقفول تقريباً مش هينفع تشوفه. أنت عايز أوريك المدرج بالظبط. عايز اوريك المدرج بس للاسف مفيش مغلق يعني. طب دي سنه اولى دي بس لما كانوا سنه اولى فرق لما كانوا سنه اولى دول اوائل سنه اولى هم دول ده الكينج بتاعنا ده لو حد بيسمع البلوج جره له الكينج بتاعنا المدير هينجحنا شايف الفيديو فين يا حاج في واحده منتقبه طالعه تسعى له العقد الاولى وبمناسبه منتقبه النقاب ده كان يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ده اللبس بتاعها بس مش نقاب اللي هو بيبان العين كانت غطوة غطوة ما تبانش مبينة عينها فمش لا مش خمسة من عشرة يا أخي حد يكون بيشوف الفيديو ده حوار ما ينفعش تتكلم صح؟ إيه؟ أنا ظهرت الأسماء في حد مش محجب في حد مش محجب يلا مين؟ مفيش غير غرب بس؟ الحمد لله بس الأولى مسلمة برضه يا عم عادي يعني أفلام منتخبة الأولى فاهم أنت؟ الله أكبر نعم نجحنا لسه مصلي الجمعة وقاعد على الموبايل كده شوية فجتني رسالة فرحتني جدا يعني مش عارف يا رب تظهر في الكاميرا او انا ممكن اعملها سكرين اظهرها يعني حتى رسالة بيقول لي مسحت الاغاني تاني اتكلمنا ان هو كان محمل اغاني ومسحها وقال لي حمل الاغاني اللي بيحن لها يعني فقلت له انت لو حملت شوية بتحن لهم فهتبقى متابع الجديد فمسح الاغاني الحمد لله رب العالمين والله العظيم فرحت جدا بالرسالة ولو انت بتتفرج وانت بتسمع اغاني اعتبرها اشارة يا جدع اي ما بتحسش خالص صلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما انت مسلم عشان انت مقتنع انك مسلم ولا انت مسلم عشان اتولدت مسلم تفرق كتير لو اتولدت انت مسلم فهتبقى زي معظم الناس مسلم بس انت مش مؤمن يعني انت مسلم كده عايز تمشيها زي قد ما يكون قبل ما انا اسلم او اكون عندي 16 سنه قبليها كنت مسلم خلاص بس لا اموت الاسلام بصلاه ولا بعمل حاجه للاسلام ولا فت الاسلام باي شيء لو انت مش مقتنع او انت حاسس نفسك ان هو انا اتولدت مسلم بس فابحث عشان تقتنع قول الحمد لله انك اتولدت مسلم بس روح لحته انك بتبحث وخلاص انا اقتنعت يعني ابحث عشان تقتنع ان الاسلام صح وان انا خلاص بقيت مسلم لما حد يقول انا مش قادر اصلي عشان انت اصلا مش عارف معنى الاسلام او مش متلذذ بيه فاهمني فلازم تدرك انا مسلم اذا في ربنا لا يعني لو ما صليتش مثلا هدخل النار ده ربنا بيقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللي بيأخر صلاته واللي بيسهو عن الصلاه ده ليه ويل اي عذاب في جهنم ما بالك بقى لحد مش بيصلي بينفط لصلاته بيصلي بيأخرها ليه عذاب معين كده طب انا مش بصلي هيحصل لي ايه انا بتكلم على الصلاه بس انما لسه في حاجات ثانيه كتير عشان كده لما صورنا الحته بتاعت ان البنت تسعى منتقبه انا اتضايقت كان نفسي تبقى الاولى على فكره عشان مش عشان حاجه انا ما اعرفهاش اصلا يعني يا رب ما تشوف الفيديو لو هي مش عارف سبب ضرر لا ما اعرفش بس الغرض كان ايه ان حاجه حلوه ان واحده تتشبه بام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها تكون منتقبه بتمثلها فهي ناجحه يا رب ان شاء الله السنه الجايه تكون الاولى ان شاء الله ما اعرفهاش والله امر برضو الحجاب لما واحده تقول انا مش قادره اتحجب مش قادره اخد خطوه انا التحجيبه مش حلوه فيا يبقى لما تموت وتروح لربنا يبقى كلمي في حته ان التحجيبه مش لاقي على وشك وانك بتبان زي الناس الكبيره ولا انك مش عارفه ايه مش مبرر خالص قد يكون مبرر بيريح ضميرك لفتره معينه يعني بس قدام ربنا هتقول ايه هيقول لك مش عارفه ان ده حرام انت مش عارف ان الموسيقى حرام انت مش عارفه ان اللي انت لابسه ده حرام التبرج ده مش عارفه ان هو حرام هتقول ايه يا رب عارفه بس كنت بفكني منك يعني ولا يا رب عارفه ومش هعمل كده عشان عايز ادخل النار يعني شوف ردك هيبقى ايه ساعتها وساعتها اعمل عايز تعمله سواء مقتنع او لا هندي مثلا لشخصين شخص بيلبس بنطلون فوق الكعب عشان بس هي موضه مش اكتر اما الشخص الثاني بيلبس عشان سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم انت اللي بيعملها سنه على الرسول بياخد ثواب والثاني بيعملها ولا بياخد ثواب ولا بيتعاقب بس لو عملتها سنه بتاخد اجر تاخد ثواب عشان كده لو انت بتسمعني وانت اصلا بتعملها عشان موضه قرر انك هتعملها خلاص تعقد في نيتك تعقدها اني من هنا ورايح انا اعملها عشان سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وساعتها تؤجر عليها بس شفت تغلي ملتحف المصطلح آه. انا متعود اقول شيء احمد
طلع اسمه شيخ محمد. راح اجيب له مسواك عشان جاي حلو كده. والله صح. الفيديو عشان اتكلم عن سنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت تقول سنه عشان الناس يعني ايه؟ اي سنه الناس يعملوها واستفاد منها. فيديو اتكلم عن السنه وينزل. اللي بيحب الرسول ليه يا اخي؟ اذا صعدت فقول الله اكبر. قلت بس سنه بتاعت التكبير ولا حاجه غير؟ والله اني لا احبك لا تتركن زمرة كل صلاه. ان تقول اقول ايه مش عارف اطلع الموبايل قلبي على الموبايل مش عارف هيقول ايه اصلا. اقول سنه عارفها يا اخي. ناس ملتحي ومقصر مش مقصر المسبل مسبل مسبل مسبل. اصحى يا صور تعال اصحى مسبل. المهم بعد ما وصلت المغرب هو مغرب ولا مغرب يا انا وفي الجامعه بكون حريص ان الشنطه بتاعتي يكون فيها المصلايه واسواك مثلا الاستخدام الشخصي والاستخدام العام كتيبات زي كده الحسن مسلم او بعض الكتب التانية يعني عشان اوزعها سائق مثلا سواق الاوتوبيس مثلا كتب شهر القران فدي واحد حد في الجامع فهديه حاجه هديه يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا هدوا بعضيكم يعني عشان كده حد عايز هديه انا محتاج كرياتين. فالمهم انا في المسجد النهارده شاب محترم دخل عليا وقال لي يعني انت قلت اذكارك النهارده؟ قلت له والله بس يعني استغفار والحمد لله وصلى على النبي فقط يعني ما قلتش اذكار بتاعت الاذكار يعني قلت حاجه خفيف كده عارف انت انجز عشان خلاص نفسك بسبب ال 100 ترم وزعلت لما سالني السؤال يعني. فاداني ده فرحت جدا. انا لسه جاي من الاتوبيس نزلت من الجامعه على المسجد مع اني المسجد بعيد عن السكن بتاعي كتير في شارع المكتبات المسجد ولو حد من قصده يعرف يعني. فلقيته بيديني ده وانا لسه اصلا انا ولازم الاتوبيس مد كتيب بس مش زي ده واحد غيره لسواق الاتوبيس عشان كان مشغل القران ومندمج مع القران فدتهوله. فنزلت اصلي جدا بترد لي يا رب تترد لي فلوس ولا حاجه الجنه مثلا. صليت صلاه المغرب في مسجد الرحمه قابلت شاب محترم لسه سامع فيديو انا لسه منزله فقعدت نتكلم انا وهو يعني شاب محترم هو لسه في ثانويه يعني فدول ربنا يكرمه ان شاء الله ربنا يكرمه. شاب محترم ولما بيشوف الفيديو ده عايز اقول له ان السنه دي بتاعتك يا صاحبي ربنا يكرمك ان شاء الله. ايوه يا عم الجثث دي. السلام عليكم. جارش عاملين فيديو على السنن عايزك تقول سنه عشان الناس تعملها. طب قول اللي في جامعه امسحها يا عم. انا قلت امسحها. طيب سنه بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد في الثالثه رب الملائكه والروح. سنه حد يقولها طب ايه يعني خفيف عليه عشان الشباب برضه اللي بيتابع يعني ايه. طب هو انا مش حافظ الحديث ممكن نقول فيما معناه. تمام ونحط الصوره بتاعته. ماشي. من قال لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله غفرت له الذنوب. تبقى مكتوبه هنا دي سنه تعمل ان شاء الله. الصواب رايح لهو كده تحمل. لا لا ماشي معايا لحد بكره معايا 100 ترم والله انا جاي اسمع الدرس. السنه بتاعت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في سجوده ان يقول اللهم اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي الاخره حسنه. اللهم اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعاء الاستفتاح. ايه مش عارف بس قولوا كيف تعرف دعاء الاستفتاح؟ قولوا في ناس اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. في السجود هتقول ايه؟ الناس مش هتجي على الناس دي. اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره فره على نيته ما علمت منه ولا ما دعاء ما بعد التشهد. دعاء بعد التشهد التعوذ من اربع. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه النحل والنمل ومن فتنه الدجال. صحيح. كنت جاي له تقريبا مش عارف قلت ولا لا. خلاص قلت عشان اللي بتاعتك خلاص عشان تروح وانا اروح. خلاص في حاجه؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا جدعان. بعضكم ممكن يكون فاكر ان السنن مثلا تقيله شويه عليه او انك تعمل السنن دي كلها اللي اتكلمت عنها في الفيديو. تكون فاكر ان السنن اللي بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم هي صعبه مثلا ولكن كل ما تعمل سنه مثلا بتتعود عليها يعني مثلا سنه انك تطلع السلم تكبر او تنزل سبحان ربي الاعلى في البدايه قد تكون تقيله عليك بس لما تتعود عليها وكل شويه تكون بتعملها هتبقى سهله بالنسبه لك وتؤجر عليها ثواب وكل ده ميزان حسناتك. السلام عليكم.
وكل ده بيرجع في ميزان حسناتك، الميزان هينفعك بعدين. واللهم اجعلنا من الذين فضل ميزانهم، بس ميزانهم الثانيه دي من غير الزق، يعني مفيش طلع لسانك فيها ميزانهم هي زال او زين، مش عارف الصراحه يعني، هي حاجه عليها نقطه كده، فزين عليها نقطه وزال عليها نقطه. لان انا في شارع المكتبات ورايح مكتبه دار مسلم اجيب كم كتيب كده صغير، واجيب سواك، سواك واحد عشان بس الميزانيه يعني، اروح اجيب سواك واحد عشان ادي لمين بقى؟ فاكرين الفلوج صورته في الجامعه؟ انا قلت لكم ان في حد محترم وبحبه اسمه الشيخ احمد، صح؟ ما طلعش اسمه الشيخ احمد يا جدعان، طلع اسمه الشيخ محمد. فانا رايح ادي له سواك، قلت له معلش والله اروح اجيب له سواك ادي له هديه، اقول له معلش الله الاسم يا جدعان، من اول السنه ليها ترمين بقول له يا شيخ الشيخ احمد، هو في الاخر بعد كله ولا اسمه الشيخ محمد. اروح نجيب سواك لي هديه، ومش عارف اجيب كتيب ولا فين، لان انا حاليا معيش 50 جنيه فكه اصلا في الشنطه بتاعتي، والفيزا للاسف المكنه مدياني يرجى معطله مؤقتا يعني. شوف الفلوس معانا ولا لا قبل ما نروح، معانا الفلوس. السلام عليكم، محتاج سواك صاحب الهديه هنا، هنجيب كتابين على الاقل يبدو معانا في الشنطه، عشان لو كنا محتاجين ندي حد هديه مثلا، في كتاب ماذا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين 40 نوويه صراحة. ال 40 نوويه موجود فين؟ لا الصغير، الكتاب الصغير الصغير. شكرا. جبنا كتيبين وسواك، يعني كتيبين من نصيب اي حد يعني مش عارف اكون مين صراحه، وجبنا سواك من نصيب الشيخ محمد. اروح اقول له معلش والله ما كنتش اعرف يعني اذى، والله كده يا جدعان. فكره ان ليا من اول شهرين مثلا بكلمه يا شيخ احمد يا شيخ احمد يا شيخ احمد. في مره جبت فيها كتيبات صغيره وكم سواك كده وكم سبحه الكترونيه، بوزعهم يعني بعتبرها زي صدقه مثلا، وفي نفس الوقت ايه زي ثواب جاري مثلا، وبوزعهم في الجامعه. وشوف كم حد بيصلي على النبي بسببك، وشوف كم حد بيقرا مثلا صفحه من الكتاب بيعرف كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف معلومه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسببك. مش عارف انت شايفني كويس ولا لا، بس الكلمه اللي بفوق بيها نفسي دايما لما احس نفسي مش ملتزم بالورد بتاعي، او حنيت لاغنيه، مع ان الحوار مش بيحصل ان حوار اغاني، بس الورد ساعات بكسف الصراحه، بقول لنفسي كلمه واحده يعني انت مسلم ياض. وعايز اقول لك كلمه برضه، انت مسلم ياض، فلا تستحي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكسل عن وردك يعني، فاهم؟ وارد على فكره، انا مش بقول لك حتى الفيديو كله، انا بقول لك بينا مش بنعمل ذنوب، اعلنها توبه لله، ما تعملش ذنوب مش عارف ايه. هو احنا عارفين لازم هنعمل ذنوب، وعارفين لازم هنقصر شويه، كلنا مقصرون يعني، مهما عملنا ومهما جدينا ومهما مش عارف ايه، كلنا مقصرون حق الله عز وجل. بس الفكره في فرق من شخص يعني مقصر وبيرجع يتوب يعني، فهمني انت؟ ليه مثلا بتلاقيني دايما عايز اقول لك روح صلي وروح مش عارف توب، ومثلا ما تحطيش برفان يا بنتي، ما تتمكيجيش، ما مش عارف ايه؟ عشان الموت لا يخوي، الموت كده كده جاي. واحنا في حالتين، يا اما موت واحنا بنعمل ذنب، اللهم ابعدنا عنها يعني، مش عارف ايه شعورك لو موت وانت بتعمل ذنب، يعني هتقول له ايه يعني؟ انت يا عبدي مش عارف ان بتعمله ده حرام؟ هتقول له انا عارف بس غفرت لك مثلا؟ هتقول له يا اما موت بقى واحنا على طاعه، وده الشيء اللي احنا بنسعى له، كده كده بنعمل ذنوب ومهما عملنا نفضل نعمل ذنوب. بس اللهم انا اسالك الموت على الطاعه، ودول اللي تدعيها دايما في صلاتك. كده كده بتصلي وبترجع تعمل ذنب. بس خلي دعاءك دايما اللهم انا نسالك حسن خاتمه. عشان يوم ما يجي التايم بتاعك ان شاء الله يكون الخاتمه جميله. ان شاء الله تروح في التايم الليمت ليك المحدد ليك، فاهم انت؟ على خير ان شاء الله. بس صلاه على النبي، السلام عليكم. نفسي اعمل الحركه بتاعت اللي هي الشيفت دي، مفيش حاجه بس لاحظتها.